يكون معانا من خلال التليفون الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين. وده طبعا شفت مسلسل بابا جه اللي اتعرض في رمضان اللي فات، وشفنا المسلسل ده وكانت برضو في شخصية يمكن بتجسد البطلة معانا النهاردة اللي هي قدمته الفنانة نسرين أمين، وكانت بتشتغل وليها دخلها المادي المستقل وكانت بتصرف على نفسها وعلى بيتها، وخاصة إن جوزها في المسلسل كان الفنان الجميل أكرم حسني فقد وظيفته وما كانش بيشتغل وكان مكبر دماغه على الآخر من كل حاجة. والحقيقة إن المسلسل ده جسد الحالة دي بالظبط، وهل هي اتطلقت بسبب القصة دي ولا لا، وإيه المشاكل اللي واجهتها الست المستقلة. خلينا نروح ونقول ألو. ألو، مساء الخير يا فندم أستاذ محمد، زي حضرتك؟ مساء النور، زي حضرتك. الأول مبروك على المسلسل الجميل ده واللي كانت فكرته خلتنا نعمل الحلقة النهاردة. الله يبارك فيك. طبعا كويس جدا. الست المستقلة الجدعة المضحية ليه بتاخد على دماغها؟ والله بصي، يعني هي يعني فروق فردية، يعني مش كل الحالات زي بعضها، بس دايما الإنسان طبعه فيه الأنانية أو فيه الطمع، قصدي فيه الطمع، اللي هو لما يحس ان اللي قدامه بيدي فانا عاوز تاني عاوز تاني، هل من مزيد، يلا كمان يلا كمان. هو المفروض كل واحد يبقى عارف الدور بتاعه، يعني لما الست تحس انها لا هي كده تجاوزت اللي المفروض تعمله والشريك اللي قصادها بياخد فوق الحق بتاعه، لازم توقف. مش فكره ان انا لا انا بدي عشان المركب تمشي، ما انت مش هتعوز تدي لحد ما الى ما لا نهايه. هي دي حقيقة بس صعبة تطبيقها. انت عارف يعني ايه ست تبقى شايفة اولادها محتاجين حاجة وهي في ايديها تعملها وتقول لا مش هعمل عشان انا معودوش على كده؟ التركيبة دي صعبة على فكرة. طبعا، بس هي الفكرة ان انت لازم تفكر في المصلحة العامة مش المصلحة الوقتية، اللي هو الخير اللي جاي قدام، لان انت لو فكرتي في اللي قدام في اللي ايديكي بس دلوقتي ممكن اللي قدام يروح كمان. صح، ما هي في الحياة كلها بتتفركش في الاخر، وبدل يعني هي ما عملتش حاجة غلط غير ان هي معطاءة بزيادة بس. ده حقيقي، بالظبط بالظبط. طب انت شايف التركيبه تمشي ازاي؟ يعني لو انت يعني المسلسل طبعا كان حلو جدا، بس انا كنت عايزه في الاخر التركه اللي هي انا اعمل ايه. انا دلوقتي ست بشتغل جدعه معطاءه، ما بلاقيش حد محتاج حاجه في البيت غير لما بجيب وبدي، جوزي محتاجني بقف جنبه، لو هبيع دهبي كله وهديله يعمل مشروع. دايما الست المصريه على فكره مقدامه في الحته دي، اللي هي بتقف جنب جوزها واولادها وتبيع كل اللي حلتها بس تلاقي جوزها مبسوط واقف على رجله. ازاي نحل الحته دي ان انا ممكن ابقى معطاءه لان مش عايزه اكره العطاء؟ الستات المستقله دي اكتر ست بتدي لان هي بتشتغل وتبقى عايزه تبسط كل الناس اللي حواليها. ازاي حياتها ما تبص بسبب الميزه الحلوه اللي فيها؟ ايوه معايا. ازاي حياتها ما تبص بسبب الميزه العطاء الحلوه دي لان ده حاجه حلوه. يعني بص، زي ما قلت لك، هي مش كل الناس زي بعضها، بس مثلا لو اتكلمنا في الحاله بتاعت المسلسل، هي فضلت كده لحد ما وصلت لمرحله انها الموضوع ده عن حده، فكان الحل انها لازم تصدم الشريك، تصدمه، تقول له انت وصلت لمرحله ان انت بقيت عالي علينا. تمام. فالصدمه هي اللي خليته يتحرك. هي لما حس ان هو لا، حتى الحنفيه بدات تقف كمان، اللي انا معتمد عليها طول الوقت. لولا الصدمه دي ما كانش هيتحرك. هي في اشخاص الصدمه بتجيب معاهم نتيجه، وفي اشخاص اول ما تقول له انت ما بقتش تعمل حاجه وانا تعبت من كتر اللي انا شايلاه، ممكن يقول لها انت بتذليني وانت بتعيريني، وتلاقي المشاكل كلها. يا عيني الست عامله كل حاجه حلوه بس الكلمه هو عايز يقلب الترابيزه، هو انت بتعيريني ان انت بتصرفي في البيت؟ طيب ما هو دي الفكره، بقول لك ان يعني مش كل الحالات زي بعضها، ومش كل الحالات حلها كده. بالظبط، يعني كل واحد بيقدر يوزن الحاله بتاعته عامله ازاي. انا بصراحه ضد ان 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 الست تتقلب راجل والراجل يتقلب ست، يعني اللي هو الست المفروض بتبقى مدلله بتتدلع طلباتها تجيلها، لان المفروض هو الراعي الاساسي في البيت هو الراجل، هو اللي بيدي وهو اللي بيدي عطاء حتى نفسي وطبطبه وسند. لكن بنلاقي الستات هي معظمها دلوقتي اللي بتدي كل الاحاسيس دي يا استاذ محمد. ما هو يعني الاساس في اي جواز هو الشراكه، يعني هي بقى تقول لك يا شركه زي تمام. الشركه تمام. لازم الاطراف كلها تعمل الوظائف بتاعتها وبدون ما تستنى مقابل. طب ما تديني كده ايه التركيبه. يعني انا دلوقتي داخله ارتبط مثلا، احنا بنتكلم كل البنات دلوقتي بتتفرج علينا، ندي كده تركيبه. السيناريست برضو بيبقى معاه سر الخلطه، بتعرف ازاي تعالج لنا المشكله دي بشكل درامي، يعني اروح انا معاه واقتنع واعيش الحاله. انا دلوقتي ست بشتغل ومعايا فلوسي ومعايا بيتي وعربيتي وكل حاجه تمام،
عايزه ارتبط والشخص اللي قدامي ده هيشيل بس مش قوي، امنع ازاي نفسي من العطاء بس او ادي ازاي بشكل ما يجيش عليا في الاخر؟ ان انا ابقى فاهمه الدور بتاع الزوج والزوجه. ما هو انا لازم يبقى عندي حاجه اقيس عليها. لو انا ما عنديش قدوه اقيس عليها او مثال اقيس عليه، مش هعرف ايه الصح وايه الغلط. يعني عاده دايما بيبقى الشريكه الحياه دي علشان تعرف تفكر دايما بيبقى عندها المثال بتاعها ابوها ومامتها كمان، عمها خالها ومامتها اللي هي مستحمله ومضحيه وما عندهاش شخصيه خالص مثلا. ما هي الفكره في كده، ان انا يبقى لازم يبقى مثال جيد. يبقى عندها في حياتها مثال جيد تقدر تقيس عليه الزوج ده هيبقى زيه ولا لا. مثلا ده من احد الامثله او احد الاسس اللي ممكن الواحد يشتغل عليها. في طبعا الواحد ممكن يقعد يقرا يعني من القرايه مثلا او من كتب العلم النفس او كتب العلم الاجتماعي، يقعد يعرف ايه هو الدور بتاع كل شريك عامل ازاي فيبدا يقيس على ده. طب اخر سؤال يا استاذ محمد، انت مع الست ان هي تصرف في البيت وتصرف وتساعد جوزها وكده، ولا الست ما تصرفش خالص؟ انا مع المشاركه. يعني بمعنى ان ما دام الطرفين ارتضوا حاجه والاثنين مستريحين فيها وبما لا يتجاوز العادات بتاعتنا مثلا، بمعنى ان مثلا لو الطرفين مستريحين والراجل مستريح ان الست بتصرف وهي مستريحه انها عندها فلوس كتير وبتصرف، بس في الاخر ما في خلل، هيبقى في خلل. طبعا هيجي الخلل جاي بعد سنه بعد 10 بعد 5 الخلل جاي. فالفكره ان انت الطرفين لازم يبقوا عارفين ايه مصلحه البيت ويتوافقوا على ده مع بعض. بشكرك جدا استاذ محمد اسماعيل امين الكاتب والسيناريست، نورتنا يا استاذ محمد، شكرا ليك يا فندم.